المربية والجوهرة المنيرة في البيت التي تحمل الرحمة والحنان بعد الله، لأن الأم قيمة وقامة لا يبنى المجتمع إلا بها، لأنها تتمثل في المنتصف الأساسي بينها وبين الرجل، حين تكون التربية وحين تكون البنية الأساسية في المجتمع. وإذا ماتت ينادى عليك المنادي ويبلغك العزاء: ماتت التي كنا نكرمك من أجلها، فاعمل صالحا نكرمك من أجله. من هذا المنطلق لابد لكل عاقل في هذه الدنيا أن ينتهز الفرصة في وجود حياة أمه، ويعمل كما علمنا سيد الرجال محمد صلى الله عليه وسلم حين جاءه أعرابي فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال له صلى الله عليه وسلم: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. لذا قبل مسك الختام وجه برقية عزاء لأنجال الأم الراحلة جميعا، وأنجال المرحوم الحاج أحمد خليل أبو حفيشة رحمهما الله رحمة واسعة. ما قاله أحد أولياء الله الصالحين إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز يوم أن ماتت أمه، فأخذ كل واحد من الناس يقدم له لونا عزائيا خاصا، قال له الولي: يا أمير المؤمنين، احمد الله أن أعزها بوقوفك على قبرها ولم يهنها بوقوفها على قبرك. من الكيلو 17 بمحافظة الإسماعيلية يكون الوقت المرتقب واللقاء المنتظر مع ملك المقامات، وهذا العلم الذي سجل عنه تاريخ عرش التلاوة بصوته الندي، فقد وهبه الله صوتا يدوي في الأذن كدوي النحل في الخلية، مع دعامة من دعامة الإذاعة المصرية. دائما ما يتعفنا إن كان عبر شاشات التلفزيون أو الإذاعات المصرية أو خارج مصر إلى الوطن العربي في أنحاء دول العالم الإسلامي كله، لأنه من الله عليه رغم رفعة قدره ومكانته العالية إلا أنه تميز بالأدب والخلق الرفيع. القارئ الدكتور عبد الناصر حرك، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، يتفضل مشكورا. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعى
سعيهم مشكورا كلا نمد كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء كلاً نمد كلاً نمد كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولل آخرة
أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر. فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبد وقضى ربك وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف.
فانهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين.
بأحكم الحاكمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد لا بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ اقرأ بسم رب ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم صدق الله العظيم الفاتحة الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الله علمه وحيا بلا قلم سبحان من علم الإنسان بالقلم وأقسم الله بالهادي فشرفه أعظم به وتعالى منزل القسم في خلقه بشر في طهره ملك في نوره قمر يمشي على قدمي وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا في رحاب تلاوة عطرة مباركة ختام هذا اللقاء مع علم التلاوة والإذاعة والتلفزيون العربي بمصر والوطن العربي القارئ الدكتور عبد الناصر حرك
في ليلة تكريم هذه الأم المربية الفاضلة حرم المرحوم الحاج أحمد خليل أبو حفيشة، نسأل الله لهما الرحمة والمغفرة. شاكر باسمكم جميعا وباسم الحاج محمد أبو حفيشة، حاج جمال أبو حفيشة، حاج علوي أبو حفيشة، حاج عادل أبو حفيشة، استاذ عبد المنعم أبو حفيشة، وعموم الكيلو 17 بالإسماعيلية. الشكر والتقدير لعموم مشاركي العزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.